بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. هنبدأ بالجزء الثالث من الدرس الرابع. الدرس الرابع اللي بعنوان الضرب الاتجاهي والثلاثي القياسي. أول حاجة هنتكلم فيها في الجزء الثالث مثال. مثال بيقول متجه ألف عبارة عن 5 سالب 4 وميم، ده متجه ألف. متجه باء 6 ولام وسالب 12، وبيقول ان متجه ألف بيوازي متجه باء، فعايزين نعرف اللام بكام والميم بكام. طبعا طالما متجه ألف بيوازي متجه باء فده معناه ان الألف سين على الباء سين بيساوي الألف صاد على الباء صاد. احنا قلنا الكلام ده في الفيديو السابق. والالف عين على الباء عين. طبعا الالف سين بخمسة على ستة هيساوي سالب اربعة على لام هتساوي الميم على سالب 12. وبكده ببساطة نقدر نجيب اللام والميم بسهولة. يعني لو خدنا الأولاني مع التاني هنطلع اللام، هتبقى سالب 24 على 5. ولو خدنا الأولاني مع التالت هنطلع الميم اللي هي هتبقى سالب 60 على 6، يعني سالب 10. هيبقى اللام زي ما قلنا بسالب 24 على 5 والميم بسالب 10. بصوا مع بعض في المثال اللي بعد كده. بيقول لي متجه ألف سالب 1 و2 و2، معيار متجه باء بستة، وبيقول لي إن متجه ألف بيوازي متجه باء، وعايزين نعرف متجه باء بكام. طيب اول حاجة انت بتقول ان متجه الف بيوازي متجه باء. طيب عندي معلومة لازم تكون عارفها كويس، ان طالما متوازيان هيبقى فيه ثابت، يعني متجه الف بيساوي كاف في متجه باء. صحيح الكاف ده ممكن يبقى كمية موجبة او ممكن تكون كمية سالبة، وده بيتوقف على نوع التوازي، هل في اتجاه واحد او في اتجاهين متضادين زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب يعني متجه الف بيساوي كاف متجه باء، وبرضه متجه باء بيساوي كاف ومتجه الف، دي برضه معلومة احنا عارفينها، دي صح ودي صح. تمام، لسهولة الحل احنا هنشتغل بالتانية. ليه؟ لان انا عندي هنا هجيب المعيار للطرفين، هيبقى معيار متجه باء هتساوي كاف متجه ألف معيار كاف متجه ألف. طيب معيار متجه باء احنا مطلعينه بكام؟ بستة، وبرضو الأولانية صح مفيش مشكلة برضو. وهنا هيبقى الكاف في معيار متجه ألف. طيب كده احنا ممكن نجيب الكاف بسهولة. ازاي؟ هيبقى الكاف، يلا نجيب معيار متجه ألف، نربع الأولاني 1 الاثنين 4 والاثنين 4 وهنا 6، طبعا دي جزء 9 بـ3 هيبقى 3 كاف. هنعمل قسمة 3
هيبقى عندي طبعا دي موجب وسالب 3 زي ما انتوا عارفين يعني. فتطلع موجب وسالب 2 لان هي في جذر. تمام. فيبقى الكاف عندي بموجب وسالب 2. طبعا احنا جبنا الكاف طلع بموجب وسالب 2. هنيجي بقى عايزين نجيب متجه باء. انت قايل لي ان هو عباره عن كاف في متجه الف. طيب الكاف بموجب وسالب 2 متجه الف بكام؟ بسالب 1 و2 و2 هيبقى في الحاله ديت هتساوي موجب وسالب سالب 2 4 4. هل دول متجه واحد ولا متجهين؟ لا طبعا دول متجهين. هيبقى ايه بقى؟ يا اما سالب 2 و4 و4 دي اجابه. الاجابه الثانيه هتبقى 2 وسالب 4 وسالب 4 يبقى ده متجه بقى. هنبدأ نشوف مفاهيم الدرس اللي عندنا في الجزء الثالث. أول حاجة الملاحظة بتاعتنا. الملاحظة بتاعتنا في الجزء الثالث تتكلم إن لو عندي ألف وباء وجيم ثلاث نقاط في فراغ ثلاثي الأبعاد. النقطة الأولانية والنقطة الثانية دي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ثلاث نقاط. أنا عايز أجيب ألف باء متجه ألف باء. لو ضربتها في متجه باء جيم وطلعت بتساوي متجه الصفري فده معناه ان الالف والباء والجيم مالهم بالظبط كده على استقامة واحدة. على استقامة واحدة امتى الكلام ده؟ لو كان متجه الف باء ضرب متجه باء جيم بيساوي متجه الصفر فده معناه ان الثلاث نقاط على استقامة واحدة. ولكن ايضا اذا وجدت ان متجه الف باء بيوازي متجه باء جيم فده معناه ان برضو الف وباء وجيم برضو على استقامة واحدة. على استقامة واحدة. تمام. يبقى اذا دي ملحوظة مهمة جدا لاثبات ان النقاط على استقامة واحدة. والله لو ضربنا الف باء متجه في باء جيم متجه وطلع بالمتجه الصفري يبقى على استقامة واحدة. ولو لقينا ان الف باء متجه بيوازي متجه باء جيم هذا برضو معناه ان الف وباء وجيم على استقامة واحدة. نشوف المثال ده بيقول اثبت ان النقاط نفس الملحوظة اللي احنا لسه شرحناها حالا. بيقول لي ازاي نثبت بقى ان الف وباء وجيم على استقامة واحدة. تمام. اول حاجة هنعمل هنجيب متجه زي ما قلنا هنجيب متجه الف باء. الف باء متجه يعني باء ناقص الف يعني باء ناقص الف زي ما انتم عارفين. يعني الباء هنا ناقص الالف يعني 4 ناقص ايه 1 يبقى 3. 0 ناقص 2 يبقى سالب 2. 4 ناقص 3 يبقى 1. ده الف باء متجه. بعد كده هنجيب باء جيم متجه يعني جيم ناقص باء. سالب 2 ناقص 4 يعني سالب 6. 4 ناقص 0 يعني 4. 2 ناقص 4 يعني سالب 2. بعد ما جبنا دي وجبنا دي نجيب بقى الف باء متجه ضرب اتجاهي باء جيم متجه.
يبقى بنحدد بقى ونشوف هتطلع بكام. لو طلعت المتجه الصفري يبقى فعلا الالف والباء والجيم على استقامه واحده. مش احنا قلنا الكلام ده؟ نبدا نحط بقى السين والصاد والعين، وبعدين نحط الايه الالف بقى متجه اهوت، 3 سالب 2 1 سالب 6 4 سالب 2، ونفك الايه باستخدام الصف الاولاني اشاراته موجب سالب موجب. يبقى نبدا بالاولاني موجب، نخبي الصف والعمود فهيطلع لي الاثنين دول، سالب 2 ضرب سالب 2 يعني 4 ناقص 1 ضرب 4 4، ادي متجه س موجب سالب يبقى ناقص. ونشوف الصاد، نخبي الصف والعمود هيبقى لي اول رقمين واخر رقمين، 3 ضرب سالب 2 سالب 6 ناقص ناقص يبقى زائد، 6 ضرب 1 ب 6 موجب متجه عين، برضو نخبي الصف والعمود يبقى 12 ناقص 12. لاحظت حاجة؟ ان دي هتدي صفر صفر متجه سين ناقص صفر متجه صاد زائد صفر متجه عين. طبعا ده معناه ايه؟ ان دي متجه الايه؟ متجه الصفري. واو، وطالما طلعت من المتجه الصفري يبقى اذا الالف والباء والجيم على استقامة واحدة. هنبدأ نتكلم عن مفهوم جديد وهو الاستخدام الهندسي لمعيار الضرب الاتجاهي لمتجهين. أنا عندي متجه ألف وعندي متجه باء، الزاوية هنا بينهم ثيتا هي الزاوية بين المتجهين دول، دول متجهين غير متوازيين في المستوى. معيار متجه ألف ضرب اتجاه متجه باء يساوي معيار متجه ألف معيار متجه باء جا سيتا زي ما انتوا عارفين، والسيتا هي الزاوية الصغرى بين المتجهين. ازاي بقى الاستخدام الهندسي؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى. يعني ايه الاستخدام الهندسي؟ يعني عايزين نشوف الشكل اللي قدامك ده، لو انا حبيت اكمله كده يكون ايه؟ متوازي اضلاع. برافو عليكم. طيب مساحة متوازي الاضلاع بتساوي ايه؟ القاعدة في الارتفاع. كلام سليم. فين القاعدة؟ القاعدة هي القاعدة دي تمثل متجه ايه؟ متجه الف. يعني نقول معيار متجه الف. الله ينور عليك، كده صح، كده انت كده جبت القاعدة. طب فين الارتفاع؟ الارتفاع اهو، هو ده. طب ده يمثل ايه؟ خد بالك ان ده متجه باء، ده يبقى ده ايه؟ معيار متجه باء، وطبعا ده مقابل للسيتا فيبقى جا سيتا على اعتبار ان ده الوتر زي ما انتوا عارفين، ودي قائمة. يعني عايز تقول ان القاعدة معيار متجه الف والارتفاع معيار متجه باء جا سيتا. طبعا ده كلام سليم، ويبقى هو ده اللي هو ده بيساوي معيار متجه الف ضرب اتجاهي متجه باء، معيار حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين. تمام، واضح كده ان احنا جبناها بايه؟ بشكل ايه؟ متوازي الاضلاع. يبقى احنا لو اعتبرناها كمتوازي اضلاع فهو حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين يساوي ايه بقى؟ يساوي مساحة متوازي الاضلاع الذي فيه متجه الف ومتجه باء ضلعان متجاوران. ضلعان ايه؟ متجاوران. طيب ده الاستخدام الهندسي. طب ممكن يكون ليها حاجة تانية ممكن نقول فيها مثلا غير المتوازي مثلا؟ هنشوف، تعالى كده نشوف. متجه الف اهوت
وده متجه باء، وهنوصل النقطتين دول ببعض كونوا لي ايه؟ مثلث. يعني انت عايز تقول ان متجه ألف ومتجه باء موجودين في المثلث. طيب وانت بتتكلم هنا عن مساحة، طب هيبقى مساحة ده بقى برضو، طب مساحة المثلث ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في ايه؟ نص حاصل ضرب، مفيش بقى قاعدة وارتفاع، فهنقول نص حاصل ضرب طولي الضلعين في جهة الزاوية المحصورة ايه؟ بينهما، مش دي برضو مساحة المثلث، ده قانون تاني من مساحة المثلث، يبقى نص حاصل ضرب، نص حاصل ضرب طولي ضلعين متجاورين في ايه؟ في جيب الزاوية، جيب الزاوية المحصورة، ادي الزاوية المحصورة. يعني انت عايز تقول ان نص، فين الضلعين؟ الاولاني معيار متجه ألف، طب التاني معيار متجه باء، طب في جيم جيب الزاوية المحصورة بينهم جا سيتا. الله، ده اتضح انها نفس الاجابة؟ بس في نص. يعني ممكن نقول ان دي عبارة عن نص معيار متجه ألف ضرب اتجاهي متجه باء. بالظبط كده، يبقى ده نص معيار حاصل ضرب الاتجاه المتجهين لو اعتبرناها بمثلث، لكن لو متوازي بتطلع معيار ضرب اتجاهي لمتجهين. طيب هل في اشكال اخرى ممكن نتكلم فيها كاستخدام هندسي لمعيار الضرب الاتجاهي للمتجهين؟ احنا قلنا لو متوازي اضلع هيبقى معيار الضرب الاتجاهي للمتجهين هو نفسه اللي هو متجه ألف معيار متجه ألف معيار متجه باء جسيفة، ولو مثلث هيبقى نص. طب هل في أشكال أخرى ممكن نحن نقول فيها؟ قال لك تعال نشوف. لو قلنا آدي متجه ألف وآدي متجه باء مثلا، يعني لو قلنا ده متجه باء وقلنا ده متجه ألف وكوننا الشكل ده كده، ايوه كون لي ايه؟ شكل ايه؟ شكل رباعي، هيبقى مساحة الشكل الايه؟ الرباعي. طب مساحة الشكل الرباعي ايه؟ اللي فيه متجه ألف ومتجه باء قطران، قطران هيبقى نص في متجه ألف ضرب اتجاهي متجه باء نص حاصل الضرب القطرين زي ما انتوا عارفين في ايه؟ في جيب الزاوية، في جيب الزاوية بينهما اللي هي السيتا. يعني انت عايز تقول انها هتبقى نص معيار متجه ألف في معيار متجه باء في ايه؟ في جا سيتا. ايوة، يعني معنى هذا الكلام انها هتبقى نص معيار متجه ألف ضرب اتجاه المتجه باء، ويبقى برضو تطلع بنص معيار الضرب الاتجاهي لمتجهين. ده بالنسبة للاستخدام الهندسي. المثال اللي بعد كده بيقول لي عايز مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه متجه ألف ومتجه باء ضلعان متجاوران فيه، واداني متجه ألف 3 و6 و3 ومتجه باء بسالب 6 وسالب 2 وسالب 4. طيب انت عايز ايه؟ عايزين مساحة متوازي الأضلاع. احنا قلنا قبل كده ان مساحة متوازي الأضلاع من الاستخدام الهندسي اللي خدناه، مساحة متوازي الأضلاع هيساوي معيار متجه ألف ضرب اتجاه متجه باء. طيب يعني معنى الكلام ده ان انت عايز تجيب ده، طب هتجيب ده منين؟ من ده. طيب هنعملها ازاي؟ هنجيب بقى باستخدام الايه؟ ايوه المحدد، متجه س متجه ص متجه ع، ونحط هنا الالف 3 6 3 سالب 6 سالب 2 سالب 4، وبعدين هنشوف هتطلع كام. هتطلع سالب 18 متجه س سالب 6 متجه ص زائد 30 متجه عين. يلا نجيب المعيار، يبقى جذر
سالب 18 كل تربيع، سالب 6 كل تربيع، 30 كل تربيع، هتطلع 6 جذر 35 وحدة مربعة، عشان احنا بنجيب مساحة المتوازن. بعد كده دي كانت بعد كده هنبدأ نتكلم في مفهوم جديد، وهو الضرب الثلاثي القياسي. يعني ايه بقى ضرب الثلاثي القياسي؟ يعني ايه الضرب الثلاثي القياسي؟ طبعا احنا بنتكلم عن متجهات في الفراغ. يعني انا عندي هنا ثلاث متجهات. لما اقول لك الضرب الثلاثي القياسي يبقى انا عندي كم متجه؟ ثلاث متجهات. متجه الف مثلا، لو قلنا ان هو الف سين والف صاد والف عين، وعندي متجه باء اللي هو باء سين وباء صاد وباء عين، وعندي بقى متجه جديد اسمه الجيم اللي هو الجيم سين والجيم صاد والجيم عين. وطالب مني ان انا عايز اضرب ضرب قياسي، الضرب الثلاثي القياسي. الضرب الثلاثي، ثلاثي عشان هما ثلاثة. الضرب الثلاثي القياسي. طيب يبقى هما ثلاث متجهات، تمام؟ الضرب الثلاثي القياسي بيبقى بهذا الشكل: متجه ألف ضرب قياسي، متجه باء ضرب اتجاهي، متجه جيم. خد بالك، شوف طريقة الكتابة عاملة ازاي. ادي اول صورة من صور الضرب الثلاثي القياسي، تمام؟ طيب وديت بنعملها ازاي؟ بنيجي محدد، خد بالك معايا عشان تبقى فاهم الكلام، بتحط هنا ألف سين وهنا ألف صاد وهنا ألف عين. نيجي هنا نحط باء سين باء صاد باء عين، وهنا جيم سين جيم صاد جيم عين. ده اسمه الضرب الايه؟ الثلاثي القياسي. ثلاث متجهات زي ما انت شايف، حطيناهم بهذا الشكل. بنحطش هنا بقى متجه سين متجه صاد متجه عين، لا، لان ده مش ضرب قياسي، ده ضرب، مش ضرب اتجاهي قصدي، ده ضرب قياسي. عشان كده سموه ضرب الثلاثي القياسي، يعني هيطلع رقم، هيطلع قيمه، قيمه قياسيه، قيمه قياسيه وليست قيمه اتجاهيه. ده اللي انا عايز ايه اوضحه لكم، تمام؟ كده احنا انتهينا من الجزء الثالث في الدرس الرابع، واستنوني في الجزء الرابع والاخير من الدرس الرابع، هنزله لكم في فيديو قادم عشان نكمل بقية هذا الدرس.